الأستاذة هالة كانت منفعلة جامد امبارح وزعلانة عشان والدتها رابطة ما بين إنها تكلمها إنها تروح تصالح إخواتها عشان والدتها ترضى عنها وتكلمها. فأنا هنصح بشيء هو هيبقى تقيل عليكي، لكن لازم هو ده هو الحق، وإحنا دايما نسعى إن إحنا نتواصى بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في سورة العصر اللي ربنا أقسم فيها إنه النجاح والفلاح للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق إن أنا أنصح حضرتك بالصلح مع أخواتك، واعمليها إنك صبرتي على أداهم، واعمليها بر لوالدتك إنك صبرتي على أدى الرحم وبتصليه وهو قطعك، هما قطعوكي قطعوكي ومش راضين يكلموك وبيعملوا مشاكل وأفسدوا ما بينك وما بين والدتك، وهتعمليها برضو بر بالوالدة. يبقى أنا عملت عملين صالحين في نفس الوقت، وصلت من قطعني، وهذا هو عين الصلة، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. النقطة الثانية بر بالأم لأنها أمرتك بكده، وهي أمرك بمعروف مش أمرك بمنكر. وبعد ما نصطلح أقعد بقى أتكلم مع والدتي وأوضح لها المواقف، ومش على طول، يا أمي كنت أنا واخدة على خاطري في كذا وكذا، بس أمضي الأول إن أنا يعني أجري الصلح بيني وبينهم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإنت مأجورة على مراعاة خاطر الأم في الأمر ده، الصبر، الحكمة، الرفق، كلها أمور مطلوبة في التعامل مع كل ما يصادفه الإنسان في الحياة. وأشد ما يصادفه الإنسان القلاقل اللي ممكن تكون في العلاقات الاجتماعية، سواء في دائرة الأسرة الصغيرة أو الأكبر شوية، وهكذا في دوائر العلاقات الإنسانية عموما. صاحبة السؤال،